السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل متابعي قناة حمزة تاك. في هذا الفيديو الجديد سوف نستعرض فيه تطبيق رائع جدا لمشاهدة وتحميل الأفلام على هاتفك الأندرويد. إذا كانت أول مرة تشاهد فيها قناتنا، أرجو منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بجديدنا دائما. ومن هنا قائمة الفيديوهات السابقة ربما ستفيدك. والآن لنبدأ الشرح على بركة الله. هذا هو التطبيق إخواني الكرام، اسمه تيراريوم تي في، تجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. وجهة التطبيق جد رائعة كما يتبين لكم في هذا الفيديو. هذه هي الأفلام يعني التي تحدث ضجة، وكذلك هنا تجد القائمة الخاصة بالتصنيفات. نختار على سبيل المثال هذا الفيلم في 3 مواسم. نختار على سبيل المثال الموسم الأول، هذا فيلم مشهور جدا، مستر روبوت، يعني يختص بالهاكر وأشياء من هذا النوع. يعني تقوم بالضغط على أيقونة البلاي من هنا، تختار جزء بطبيعة الحال، ثم تختار أيقونة البلاي من هنا، ثم هنا سوف تنتظر فقط قليلا ويعطيك الجودات المتوفرة. الآن سوف أختار الجودة مثلا 360 بيكسل. هنا لديك خيار يعني بالترجمة، وهنا لديك تحميل بالترجمة، أو بإمكانك تشغيل الفيديو بدون ترجمة وتحميله بدون ترجمة كما تريد. اختر ما يناسبك. نقول افيك سوتيتخ أو افيك الترجمة. كما ترون يبدأ مباشرة يعني يشتغل مباشرة. فيلم رائع هذا الفيلم، وكذلك تطبيق أروع كما ترون بدون تقطيع، وهذا بجودة متوسطة. وانظروا إلى الجودة، شيء جميل جدا. هذا ما أعجبني في التطبيق. كذلك يمكنك تحميل الفيلم بأي جودة تريدها، وكذلك بالترجمة التي تريدها، بالفرنسية، بالإنجليزية، بالعربية، وكل ترجمات يعني كل الترجمات متوفرة. يعني تطبيق ينافس جدا. مهم إخواني، خاصية مهمة، تقوم بالذهاب إلى الإعدادات. هنا سوف تختار لغة التطبيق. من خلال لغة التطبيق سوف تجد الترجمة، يعني إذا اخترت اللغة العربية سوف تجد اللغة العربية. المهم إخواني، كان هذا هو شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.